السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الأستاذ أحمد رفاعي مدرس الجيولوجيا سنكمل حديثنا الذي بدأناه المرة الماضية عن تخزين المياه الجوفية بعدما عرفنا عن المسامية اليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن النفاذية ما المقصود بالنفاذية؟ ما العوامل المؤثرة في نفاذية الصخور؟ ما أهمية النفاذية في المياه الجوفية؟ النفاذيه هي قدرة الصخر على السماح بمرور او انفاذ السائل خلاله يعني بلغة عامه بشكل عام النفاذيه هو مرور السائل او المائع من صخر الماء سواء كان ماء سواء كان هواء سواء كان نفط هذا الصخر مر... القدره قدرته على السماح بمرور هذه المواعي وتحديدا الماء يكون نفاذيته عالية إذا مقدرة الصخر على السماح بمرور أو انفاذ السائر خلاله هو المقصود بالنفاذية قبل أن نخوض في العوامل المؤثرة في نفاذية الصخر سؤال هل هناك علاقة بين المسامية والنفاذية سنعرف بعد قليل لكن بكل تأكيد لا توجد علاقة مباشرة، يعني أن الصخور ذات المسامية العالية ليس شرط أن تكون نفاذيتها عالية، والصخور ذات المسامية العالية ليس شرط أن تكون نفاذيتها قليلة، إذا لا توجد علاقة بين المسامية والنفاذية. إذا درسنا النفاذية من باب أن قدرة الصخر على السماح بمرور السائل خلاله. هذا السائل عندما يمر في الصخر لابد ان تكون هناك مسامات متصله اذا مقدار النفاذيه مرتبط بسعه اتصال المسام او الفتحات المكونه من مرات والمرات هذه لابد ان تسري فيها السوائل وعلى ذلك يكون الصخر عالي النفاذيه اذا كانت المسامات متصله وهذا الكلام ذكرناه المره الماضيه عندما تكلمنا عن المساميه الفعليه قلنا بان المساميه الفعليه هي النسبه بين حجم المسام المتصله الى حجم كل الصخر اما اذا كانت المسامات غير متصله فان المساميه سوف تكون عاليه وتكون النفاذيه نوعا ما قليله او شبه معدومه كما سنلاحظ بعد قليل في بعض الصخور الرسوبيه اذا النفاذيه مرتبطه ارتباطا رئيسا مباشرا باتصال المسامات، يجب ان تكون المسامات متصله حتى تسمح هذه حتى يسمح هذا الصخر بانفاذ السائل من خلال هذه المسامات المتصله، اما اذا كانت المسامات غير متصله فتكون الحركه معدومه، لذلك تكون النفاذيه قليله او شبه معدومه. الان ما هي العوامل المؤثرة في النفاذية؟ أول هذه العوامل المؤثرة في النفاذية قطر أو حجم حبيبات الصخر، ثانيا درجة فرز الحبيبات، ثالثا نوع وضغط السائل، طبعا هناك كثير من العوامل التي تؤثر في النفاذية لكن نحن ذكرنا فقط الموجودة في الكتاب المدرسي وسنوضح كل واحدة منها بالتفصيل بإذن الله. حجم حبيبات الصخر. نلاحظ من الشكل الان الموجود امامكم وسنلاحظ بعد قليل من خلال العينات ان المسامية تكون عاليه في الطين وتقل المسامية مع زياده حجم الحبيبات، لكن النفاذيه تكون كلما زاد حجم الحبيبات تكون النفاذيه عاليه اي ان العلاقه بين حجم الحبيبات والنفاذيه تكون العلاقة طردية كلما زاد حجم الحويبات تزداد النفاذية والآن ننظر العينات التالية لاحظ هنا مجموعة من العينات فتات معظمها عينات رسوبية فتاتية حصى كبيرة جدا حصى كبيرة نوعا ما هنا متوسطة وهنا حبيبات صغيره، نلاحظ ان حجم الحويبات اكبر ويقل بهذه الصوره، حبيبات اكبر اصغر من هذه ثم اصغر فاصغر، نلاحظ ان هذه الحويبات حويبات الرمل تحديدا تكون نفاذيتها اقل من هذه الحويبات التي اكبر منها في الحجم. هذه الحويبات تكون نفاذية اكبر من الرمل. ولكن نفاذيته اصغر من الحويبات كبيره الحجم او الحصى الكبير. والحصى هذه هناك حصى اكبر منه والذي يسمى الجلمود الصخري فتكون الحويبات كبيره الحجم. كلما ازداد حجم الحويبات تكون نفاذيه الصخر من خلاله اكبر. اذا تقل النفاذيه بهذا الاتجاه وتزداد بعكس الاتجاه. نفاذيه عاليه، نفاذيه اقل. لكن عندما نقول نفاذية أقل ليست أقل في الصخور السبية بشكل عام لكن مقارنة بهذه العينات كلما زاد حجم الحويبات تزداد النفاذية وكلما صغر حجم الحويبات تقل النفاذية هناك حويبات أصغر من الرمل كما هو واضح في الجدول هنا أيضا نجد أن الطين مساميته عالية لكن نفاذيته قليلة الغرين أكبر حجما من الطين نفاذيته أكبر من الطين الرمل الناعم أكبر حجم من الغرين ولكنه أصغر حجما من الرمل متوسط الحويبات كذلك الرمل الخشن والحصى إذا الحصى تكون نفاذيته أعلى والطين تكون نفاذيتها أقل ومساميته عالية إذا لاحظنا الأشكال التالية هذا تمثيل رسمي تقريبا بعض قطرات الماء كما تلاحظون متساوية في جميع العينات عددها تقريبا خمس قطرات طبعا تشبيه تمثيلي هنا هنا قطعة صخرية معظم القطعة الصخرية متساوية الحجم تقريبا نجد أن عدد قطرات الماء التي أسكبت على قطعة الطين جميعها كذلك في الرمل والحصى لكن الذي نفذ من الحصى جميع قطرات الماء معنى هذا الكلام ان الحصى اكبر نفاذيه من الرمل الذي عمل على نفاذ بعض القطرات ولم تنفذ الاخرى لكن الطين لاحظ معظم قطرات الماء اكتسبها ممكن نستنتج من هذه الاشكال عده ملاحظات اولا ان حجم الحبيبات بزيادته تزداد النفاذيه الحصى اكبر حجما من الرمل والرمل اكبر من الطين كذلك يمكن الملاحظه المهمه جدا ان الطين نفاذيته معدومه وسنعرف بعد قليل لماذا لاحظ المساميه عاليه معظم قطرات الماء التي اكتسبها الطين عملت على زياده حجمه وتمدده وتكون النفاذيه هنا قليله اي لم تنفذ قطرات الماء من خلاله الرمل اكثر نفاذيه من الطين والحصى اكثر من النفاذيه من الرمل، اذا هذا التشبيه التمثيلي يوضح انفاذ السائل من خلال بعض العينات الصخريه كالطيني والرملي والحصى. نرجع للسؤال السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، لماذا تقل النفاذيه في الطين بالرغم من مساميته العاليه؟ الطين كما تعلمون بأن جميع المسامات فيه تمتلئ بالماء وكلما صغر الحجم الحبيبات كما في الطين زادت مقاومة حركة السوائل بين الحبيبات السبب في ذلك يعود زيادة قوة الجذب الجزيئي بين الماء وحبيبات الصخر زيادة قوة الجذب الجزيئي تؤدي لتكون غشاء رقيق من السائل حول حويبات الطين وبالتالي تكون حركة السائل معدومة أو تنعدم كليا وعندئذ يصبح غير منفذ رغم المسامية العالية هذه المياه الموجودة في الطين لا يمكن استخراجها بأي حال من الأحوال إلا في حالة الجفاف فقط يعني تكون مياه في الطين غير قابلة للحركة ويسمى التخزين في هذه الحاله الديد ستورج او التخزين الميت. اذا يمكن ان نستنتج اكثر ان المسامات الموجوده في الطين هي متصله ام غير متصله؟ ستكون الاجابه بكل تاكيد هي غير متصله اي لا توجد مسامات متصله في الطين معنى ذلك ان نفاذيته معدومه وهناك مثل يقال بالعامي زاد الطين بله اي ان الطين عندما يشبع الماء او يتشرب بالماء يكبر حجمه فيصبح اكثر بللا واكثر انزلاقا العامل الثاني درجه فرز الحويبات كما تعلمون ان الحويبات المتشابهه في الاحجام او الكبيره في الحجم لوحدها تكون نفاذيتها عاليه كما لاحظنا قبل قليل ونعيد الملاحظه مره اخرى هذه الحبيبات كبيره الحجم لاحظ التجانس فيها حبيباتها جميعها مستديره لكن لو قمنا باخلاط او بخلط هذه الحبيبات خشنه وحبيبات اصغر منها حجما ثم اصغر فاصغر ماذا تصبح نفاذيه هذه الحبيبات الصخريه؟ بالتاكيد ستكون اقل من هذه وهذه وهذه اذا هي وجود الحبيبات الخشنه والناعمه مع الحبيبات الكبيره والصغيره بنفس الوقت يعني الفرز سيء اما الحبيبات الكبيره لوحدها فان الفرز يكون جيدا وتكون النفاذيه عاليه اذا لاحظنا الشكل التالي هذه الحبيبات كبيره الحجم وبنفس الوقت تكون احجامها المستديره متشابهه حبيباتها المستديره نفس الشكل تقريبا لاحظوا وجود حبيبات كبيره وحبيبات صغيره سواء كان في الحجم او في الشكل الحبيبات الكبيرة الحجم هنا الفرز جيد تجانس في الحبيبات هنا عدم التجانس عدم التجانس هذا أدى إلى أن تكون النفاذية قليلة وهنا تكون النفاذية عالية إذا حبيبات مختلفة الأحجام الفرز غير جيد يعني النفاذية قليلة والفرز الجيد يعني حبيبات متساوية الأحجام النفاذية عالية نرجع للأمثلة هذه أيهما أكثر نفاذية هذه الحويبات أم هذه؟ هذه أكثر نفاذية من هذه إذا أردنا أن نعمل خليط بين الحويبات الكبيرة والحويبات هذه الأصغر منها يكون الخليط نفاذيته بين هذه وهذه إذا اختلاط الحويبات يعني النفاذية تقل كما ذكرنا قبل قليل العامل الثالث المؤثر في نفاذيه الصخور نوع وضغط السائل هل جميع السوائل لها نفس النفاذيه هل نفاذيه الماء تشبه نفاذيه الغاز الطبيعي وتشبه نفاذيه النفط في الصخور بكل تاكيد لا كذلك هل ضغط الماء بسبب حركته تكون مثل ضغط النفط؟ ومثل ضغط الغاز الاجابه بكل تاكيد ستكون مختلفه يختلف مرور الماء عن مرور النفط في مسام الصخور وكذلك الضغط الذي يؤثر في مرور خلال حبيبات الصخر احيانا الضغط يؤدي الى تدافع السائل اكثر في الغاز عنه في الماء عنه في النفط هذه العوامل الثلاث التي تؤثر في نفاذيه الصخور كما لاحظنا في هذا الدرس. الآن نقارن بصورة سريعة بين المسامية والنفاذية بشكل عام، المقارنة بين المسامية والنفاذية من حيث التعريف، قانون القياس، وحدة القياس، والعوامل التي تؤثر بها، كما ذكرنا في الحصة الماضية أن المسامية هي النسبة بين الحجم الكلي للفراغات او المسام في الصخر الى حجم الصخر كله اما النفاذيه مقدره الصخر على السماح بمرور السائل من خلاله بلغه عاميه المساميه امتلاك الشيء او الاحتفاظ به بينما النفاذيه لا يمكن الاحتفاظ به فقط انفاذه او مروره في هذا الصخر يعني المساميه هو ملك الشيء اما النفاذيه هو يمرر هذا الشيء من خلاله لكن لا يملكه او لا يحتفظ فيه. كيفيه حساب المساميه؟ المساميه من خلال علاقه حجم الفراغات او حجم المسامات على حجم العينه كل ضرب 100% اما النفاذيه من خلال ما يسمى معامل النفاذيه. ومعامل النفاذيه هو معدل انسياب المياه عند درجة حرارة 60 سيليزية في اليوم خلال قطاع مساحته قدم مربع وتحت ضغط هيدروليكي 100% هل توجد وحدة قياس في المسامية؟ ليس لها وحدة قياس لماذا؟ لأنها نسبة الحجم بالسنتيمتر مكعب أو البليلتر والمقام كذلك بالسنتيمتر مكعب أو المليلتر إذا الوحدات متشابهة لا توجد وحدة أما في النفاذية هي وحدة سنتيمتر في الدقيقة أو متر في الشهر أو في اليوم أو في السنة حسب سرعة وحركة المياه الجوفية العوامل التي تؤثر بها المسامية لاحظ هناك تشابه بين المسامية والنفاذية أن حجم الحويبات الصخر كلاهما من العوامل المؤثرة في المسامية والنفاذية ولكن حجم حبيبات الصخر العلاقة عكسية بينما حجم حبيبات الصخر في النفاذية العلاقة طردية هناك تشابه أيضا في التأثير من خلال ترتيب ودرجة فرز الحبيبات في كليهما حيث نجد أن الفرز السيء يؤدي إلى أن المسامية والنفاذية أيضا قليلة والفرز الجيد المسامية والنفاذية تكون عالية كذلك شكل الحبيبات في المسامية ونوع ضغط السائل بالإضافة إلى تضاغط الرواسب وكمية ونوع المادة اللاحمة هذه أيضا تؤثر في المسامية بصورة كبيرة ولكنها لا تؤثر في النفاذية لأن النفاذية تعتمد على درجة المسام المتصلة والمسامية تعتمد على درجة المسام المتصلة والغير متصلة والآن ننتقل إلى مجموعة من التدريبات المتعلقة بالمسامية والنفاذية سؤال أول ضع خطا تحت التكملة المناسبة لكل مما يلي إذا كانت عينة صخرية تحتوي على فراغات كبيرة بين حبيبات الصخر فإن الإجابة الأكثر صحة هي نفاذيتها عالية أم نفاذيتها منخفضة أم مساميتها عالية؟ أم معدل نفاذ السوائل خلالها قليل؟ بما أن الفراغات كبيرة إذا نتكلم عن مسامات كبيرة، إذا بكل تأكيد الإجابة ستكون مساميتها عالية. السؤال الثاني الشكل في الأسفل يبين ثلاث عينات A B C. تحتوي على نفس نوع الحبيبات وترتيب الحبيبات لاحظ الحبيبات مستديرة ومساميتها متصلة ولكنها تختلف في قطر الحبيبات برأيك أي هذه العينات لها الأعلى نفاذية عندما درست النفاذية وذكرنا أن من العوامل المؤثرة على النفاذية حجم الحبيبات كلما زاد حجم الحبيبات تزداد النفاذية بما ان العينات الثلاث نفس النوع ونفس الترتيب ومعظم مساماتها متصله اذا نفس الظروف بكل تاكيد فان العينه الاكثر نفاذيه هي العينه الواضحه امامكم الكبيره الحجم في حويباتها السؤال الثالث اذا كان المحور الصادي يمثل تضاغط الرواسب والمحور السيني يمثل مسامية الصخر. فإن الشكل الذي يمثل العلاقة بين تضاغط الرواسب ومسامية الصخور، لاحظنا الأشكال الأربعة الموجودة أمامكم. العلاقة بين التضاغط الرواسب والمسامية هي العلاقة طردية عكسية بناء على ما سابقا نقول أن العلاقة عكسية. كلما ازداد تضاغط الرواسب تقل المسامية أي أن الشكل الصحيح الشكل البياني الذي يمثل هذه العلاقه يظهر كما هو واضح امامكم في العينه الثالثه هذه والسؤال الاخير الشكل الثاني يبين اربع عينات مقاطع تحتوي على نفس الكميه من الرواسب ولكن مختلفه الاحجام لاحظوا ان الحبيبات مختلفه حبيبات متشابهه هنا في تدرج في حجم حبيبات هنا في تدرج ايضا في حجم الحبيبات عفوا حج... حبيبات متشابهه لكن هنا لاحظ الاقطار مختلفه حجم حبيبات صغير هنا مختلف وهنا ايضا كبير اذا هنا الفرز سيء الفرز سيء وهنا الفرز جيد في كلا العينات ب ودي. بما ان الفرز سيء في A و C فان المقطع الذي يكون معدل مرور الماء من خلاله اكبر ما يمكن بالتأكيد ليس A وليس C لماذا؟ لان A و C كلاهما الفرز سيء يعني الحبيبات مختلفة الاشكال والاحجام بقيت الان الاجابه B او D في المقطع B او المقطع D بما ان حجم الحبيبات في المقطع B اكبر منه في المقطع دي معنى ذلك ان النفاذيه او معدل مرور الماء يكون اكبر ما يمكن في هذا الشكل ب، طبعا هذه الاسئله موجوده في كتاب الطالب وكتاب التمارين واخيرا ارجو من الله عز وجل ان اكون قد وفقت في اعطائكم المعلومات المهمه جدا عن النفاذيه وشكرا لكم.